مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد السيد قحطان الخفاجي، استاذ العلوم السياسيه. اهلا بك سيد قحطان. بدايه، تحالفات متنوعه وكثيره حتى بات الشارع العراقي لا يحصيها، كيف ترى بنيه هذه التحالفات وما مدى تجانسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بك وبالقناه وبالمشاهدين الكرام. هذه التباينات والاختلافات والتبدلات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية لا تدل إلا على حالة واحدة، هي أن هذه الأحزاب أولا لا تملك رؤى، لا تملك ثوابت، لا تملك برامج معينة لذاتها، لذلك نراها تغير ائتلافاتها وتغير تجمعاتها والتحاقاتها، وبالتالي يدلل أيضا على أن هؤلاء لا يملكون شيئا ممكن أن يخدموا به العراق، وبالتالي هي المأساة الحقيقية تتجلى منذ بداية الانتخابات الجديدة. نعم، إلى أي مدى برأيك يمكن أن لهذه التحالفات بهذه البنية المصلحية أن تخدم المجتمع؟ بالتأكيد لا يمكن أن تخدم المجتمع، ولكن المجتمع عندما بحاجة إلى رؤى ثابتة، إلى برامج واضحة، إلى قواعد أساسية في العمل. أما أن تغيب هذه كلها عن القوى السياسية الفاعلة إنما يدل على أن هذه القوى كما قلنا لا يملكون شيئا، وبالتالي سيلهو في مصالحهم وكيفية ترتيب البيوت الداخلية لهم، وتكون اهتمامات العراقية على مستوى الدولة بعيدة عن اهتماماتهم، لأن أساسا لا يملكون شيئا معد سلفا ومبرمج. وإذا ما حاولوا لسبب ما من الأسباب أن يهتموا بشيء معين، أن يقوموا بشيء معين، إنهم سرعان ما يصطدموا بتخبطات عملية. سيد قحطان، يعني عفوا للمقاطعة، موضوع غياب البرنامج الانتخابي لهذه الأحزاب أو هذه التكتلات، هل هي أمر متعمد أن يكون أن عدم اكتراث من هذه الأحزاب أو من هذه التشكيلات بالنسبة للبرامج الانتخابية، أم أنه غباء سياسي إذا صح التعبير؟ أتوقع ثلاث جهات لها علاقة في الموضوع. أولا للأسف الشديد أن غياب القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية، هذا واحد. اثنين، هذه الأحزاب ذاتها ليست تفهم حقيقة واجب الحزب، الواجب المجتمعي للحزب، الواجب الرسمي للحزب، الواجب المستقبلي للحزب. الشيء الثالث أنه والأهم أن العموم العام للشعب العراقي لا يفقه العملية الديمقراطية كما ينبغي، ولا يعرف حقيقة ماذا وكيف يتكون الحزب في الدول الأخرى أو في واقع الحال، ولكن الجميع يذهبون إلى أن تكوينات الحزب عبارة عن تكوينات مذهبية طائفية واصطفافات طائفية عشائرية ضيقة، لذلك الجميع لا يفقه واجب الاجتماعي والمجتمعي، لذلك غاب البرنامج عنهم، وهذه علتهم وحتى الحكومة الحالية. اما ادعت في بدايه امرها انها تملك برنامجا وقرئ اربع خمس اوراق، لكنها سرعان ما اهملت تماما وسرت الامور بما تشتهي اطراف دوليه اخرى وليس كما تشتهي. طيب، برنامج وان كان بسيطا وفقيرا. سيد قحطان، المرجع الديني قاسم الطائي قال ان المشاركه في الانتخابات المقبله كما يسعى وراء السراب، الى اي مدى ترى بانه تصريح الطائي جانب الصواب؟ أنا أتوقع المرجع الديني كان مجاملا إلى حد معين القوى السياسية، وكما قال لا أحب أدخل في الجوانب السياسية. هذا وصف متعاطف إلى حد معين مع مأساة العملية السياسية الحالية. نعم، خلف سراب، السراب قد يكون سراب لا يفي بالعطش، ولكن العملية السياسية نزلت خلف مآسي. وبالتالي هذه المآسي تجني دمار العراق، مزيد من الدمار، لأن إبقاء الفساد والمفسدين وإبقاء الآلية ذاتها وإبقاء المحاصصة إنها أكثر من السراب. لا، العملية السياسية عملية تأكيد للأخطاء والمعاوية التي هدمت العراق. يعني أنا أتوقع سماحة المرجع كان يعني إلى حد معين قد لا يريد أن يغضبهم لكي لا يذهب بالجهات المعينة، وكان رقيقا معهم. طيب، العملية السياسية هي نذر شؤم إلى العراق. سيد قحطان، دونالد ترامب وبحسب صحيفة ذا بيزنس انسايدر الأمريكية التي قالت بأنه باجتماع طبعا لدونالد ترامب مع حيدر العبادي، قال ترامب ممازحا للعبادي إنكم مجموعة من اللصوص وإن كان على هيئة مزاح، ولكن ألا يحمل بين طياته الكثير من الحقائق؟
أي متابع بسيط يرى أن ترامب هو آخر الذين قالوا هذا القول. أعضاء مسؤولين في الدولة العراقية قالوا بإصرار عبارة هم سراق وهم فاسدون وهم مختشون. العملية السياسية الآن واضحة، الكل يتراشق مع الكل في عملية السرقة. المجتمع العراقي لامس هذه الحالة بصورة واضحة. أتوقع أنه أيضا ترامب كان مجاملا للسياسيين، فهم نعم سراق، نعم فاسدون، نعم كل الصفات للأسف الشديد ملحقة بهم، ويتمنى أن يحسنوا حالهم أو ينتبهوا لذاتهم. السيد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.